طبعا العالم كله دلوقتي انظاره بتتجه لمساله التحول من وسائل النقل التقليديه لوسائل النقل الكهربائي لانه ببساطه هي بتوفر خدمه افضل وبتحافظ على البيئه وده بقى هدف كبير لينا جميعا وبتحافظ كمان على مساله التنميه المستدامه احنا هنا في مصر عندنا دلوقتي مشروعات ضخمه للنقل الكهربائي كلنا طبعا بنتابع هذه المشروعات على ارض الواقع المونوريل القطار الكهربائي السريع وكمان ار القطار الكهربائي الخفيف اللي تم افتتاحه مؤخرا لكن خلينا نقول انه هذه الصناعه صناعه النقل الكهربائي بتمثل فرصه كبيره للصناعات المحليه علشان تطور من نفسها وفي نفس الوقت بتمثل تحدي لانها كمان بتحتاج لبنيه تحتيه وتكنولوجيه متطوره ازاي نقدر نستفيد من هذه الفرصه اللي بتتم على ارض بلدنا وازاي نتغلب كمان على التحديات اللي بتواجهنا ده اللي هنعرفه بالتفصيل من ضيفنا المنورنا في الاستوديو دكتور احمد يحيى عبيد استاذ التسويق بالجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا صباح الخير على حضرتك يا دكتور صباح, صباح أهلا بكل مشاهديكم اهلا بك اهلا وسهلا ازاي آه البحث العلمي وازاي الجامعات آه المصريه آه تؤهل كوادر تشتغل في صناعه آه زي هذه الصناعه. آه خلينا ابتداء نتكلم على السياق العام اللي بيحكم القضيه اللي حضرتك تفضلتي بيها وهو قضيه الاستدامه وان العالم كله بقى مهتم بقضيه السستينابيلتي او الاستدامه كما ذكرت آه حضرتك من باب ان احنا عاوزين آه نتصدى للعديد من التصرفات غير المسؤوله والافعال السلبيه اللي بتصدر من بعض البشر وفي هذا السياق بنتكلم على كيفية استخدام طاقة جديدة ومتجددة ونظيفة بطبيعة الحال. م. لما ننظر في المسألة من منظور وسائل النقل على سبيل المثال فقضية إن أنا أستخدم طاقة نظيفة بالنسبة لوسائل النقل العامة والخاصة يبقى ده معناه إن إحنا بنهتم بالجوانب البيئية وهي جوانب ينبغي أن تكون مرعية. وبنحاول بقدر المستطاع ان احنا نزيد وعي المجتمع باهميه هذه القضيه فلما يكون الشخص مخير ما بين استخدام وسائل نقل تقليديه لها ان تلوث البيئه مقارنه بوسائل نقل اخرى نظيفه فيما يتعلق بالطاقه المستخدمه في تسييرها يبقى هو هيجنح ويميل الى استخدام طاقه نظيفه صحيح. لما نيجي نتكلم بقى على سياق البحث العلمي احنا بنتكلم في كيفيه تسيير المركبات ووسائل النقل باستخدام طاقة نظيفة. هنا احنا مطالبين بان احنا نشوف التقنية المتبعة في هذا السياق، ازاي نقدر ننتج مثل هذا النوع من وسائل النقل، ازاي نرفع من مستوى جاهزية الشباب عندنا على مستوى الاندر جراد والبوست جراد، مستوى البكالوريوس والدراسات العليا في ان ناس ممكن تشتغل في سياق انتاجي بحيث ان احنا ننتج هذه الوسائل م. واخرين في سياق تسويقي او تجاري صحيح. بحيث ان يقدر يكتسب خبرات معينه تؤهله في انه يتبنى مشروع صغير او متوسط يمثل في النهايه احد روافد الصناعات المغذيه لوسائل النقل وإحنا شغالين على سياقين السياقين على استقامه واحده بالاساس الشامل بالمسارين في المسارين بالتوازي م. ايوه تمام طيب دكتور خليني اسال حضرتك احنا اصبح دلوقتي عندنا بنتكلم في وسائل نقل جماعي كهربائي دخلت الخدمه بالفعل زي القطار الكهربائي الخفيف ار تي العاصمه الاداريه من محطه عدلي منصور المحطه المركزيه ودلوقتي المونوريل مشروع من المشروعات العظيمه جدا اللي هيعمل طفره بمجرد دخوله في الخدمه زي نقدر نستغل الفرص المتاحه حاليا علشان نعظم من مواردنا اللي موجوده وفي نفس الوقت نروح لتوطين الصناعه لان دايما بنتكلم على توطين الصناعه فازاي يكون عندنا نسبه مكون محلي من هذه الصناعات اللي حضرتك تفضلت بيه هو المحور الاساسي لمنتدى دراجون 2022 اللي هتعقده الجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا في الفتره من 13 ل 15 من سبتمبر من العام الجاري تفتق ذهن الجامعه برئاسه الاستاذ الدكتور عمرو علي رئيس الجامعه عن ان قضيه النقل الكهربائي وآليات تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية زي ما حضرتك تفضلت أصبح في قلب الأحداث لا سيما أن مصر هتنعم إن شاء الله باستضافة المؤتمر في نسخته 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيير المناخ اللي كان نسخته السابقة في غلاسكو والنسخة القادمة إن شاء الله هتستضيفها مصر برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي فلقينا أن ممكن يكون هذا المنتدى بالعناصر والمحاور اللي تندرج تحتيه أه تمثل ثمه مدخلات للمؤتمر اللي معني بالاساس بقضيه التغير المناخي وما له علاقه بالاستدامه وتقليل الانبعاثات الحراريه وما له علاقه بالاحتباس الحراري وكل ما له صله بهذا الملف فلقينا الحقيقه ان الاقتصاديات صناعه النقل ينبغي ان يفرض لها محور أه السياق التشريعي والقانوني المرتبط بالجوانب المروريه وتسيير المركبات بالاتجاه نحو استخدام طاقه نظيفه وبرضه خلينا اقول لحضرتك ان الجانب ده جانب ينبغي ان احنا نلقي قدر معتبر منه قدر من الضوء عليه لان لما حداك اعتقد حداك هو موجود لان عندنا الاتوبيس الترددي ففي قوانين مروريه ليها علاقه بالطاقه خلينا اقول لحضرتك ان احدى الولايات في الولايات المتحده الامريكيه أصدرت قانون لمنع ترخيص سيارات في عام 2035 مم. لأي نوع من السيارات إلا السيارات التي تسير بطاقة نظيفة. وعليه يبقى احنا هنا لازم ننظر للجانب التشريعي والجانب القانوني على إنه متغير ضابط وحاكم لأن الناس تهيئ نفسها من الآن إلى أن وسائل النقل لن تكون إلا باستخدام طاقة نظيفة. هتلاقي حضرتك بقى الخيارات هنا اصبحت متعدده اللي يشتغل في مجال انتاج السيارات تجميع السيارات شحن السيارات م. ونبدا نتكلم بقى على الانفراستراكشر اللي بتمثل برضو تحدي م. طبعا يعني حضرتك لما تيجي تتكلم على طبعا التطور اللي حاصل في شبكه النقل دلوقتي وكلنا بنرصده هتلاقي حضرتك بقى على الطرق السريعه لازم يبقى في زياده في عدد مش محطات, بقى محطات بقى الوقود صحيح. محطات الشحن م. ده بقى من باب لزوم ما يلزم م. يعني بما ان انا عندي سياره كهربائيه او بتسير ب يعني انا محتاج حد يديني بلس او يديني شحنه عشان اقدر امشي بالعربيه لفتره طويله ده بقى بيفتح برضو افاق مستقبليه لاستثمار اجنبي مباشر الاستثمار الاجنبي المباشر طبعا جنب الى جنب الاستثمار الوطني ممكن ان هو يوظف في هذا السياق فبقول للناس تعالوا يا جماعه ضعوا ايديكم في ايدينا بحيث ان احنا مقبلين على صناعه واعده ويمكن كمان يا دكتور احنا بقينا بنشوف اهتمام من القياده السياسيه في الدوله بهذا الشان فكان في اجتماع امبارح لدكتور مصطفى مدبولي مع المسؤولين في شركه ستالا ناتس لمساله صناعه وتوطين صناعه السيارات وتذليل كل العقبات امام المستثمرين في هذا الصدد. زي ما حضرتك تفضلتي لا سيما كمان الحديث اللي يعني من فتره ليست بالقصيره عن قضيه الشباك الواحد وان انا بحاول ان انا ايسر على المستثمر الاجنبي ان هو ينشئ النو في وقت قصير يس. الشركه بتاعته فإلى جانب المزايا الضريبية اللي ممكن أن تمنح لي عشان نشجعه على الاستثمار في مصر كل ده طبعا مؤكد عليه السياق الآخر بقى في دراجون وليه يعني تماس مع اللي حضراتكم تفضلتوا بيه فيما يخص تهيئة الشباب الجامعي في هذا السياق عندنا سياق موازي لسياق الجلسات النقاشية والبحثية في المؤتمر اللي زي ما قلنا لا علاقة باقتصاديات النقل الكهربائي واستراتيجية توطين الصناعة في النقل الكهربائي عندنا سياق تنافسي بمعنى شباب مصر على مستوى التعليم العالي على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا في تخصص اداره الاعمال او العلوم التجاريه وكذا الهندسيه مدعوين للمشاركه في كامب او معسكر كل واحد فيهم كفرد داخل مجموعه بيحاول ينمي مع زمايله فكره معينه او اطروحه لها ان تطبق في شكل مشروع صغير او متوسط في الاجل القصير م. يجي عندنا نحاول نعمل له منتورنج آه نساعده في بلوره الفكره وفي توقيت المسابقه كل فريق بيجي يعمل برزنتيشن او عرض لهذه الفكره وعندنا مجموعه من المكافئات النقديه عشان نرفع من مستوى الحماس والجاذبيه للطلبه طلع. المتقدمين اذا احنا ماشيين في سياقين سياق بحثي زي ما حضراتكم تفضلتوا وسياق اخر لرفع مستوى جاهزيه الطلاب بحيث أنهم يشتبكوا مع القضايا المجتمعيه الاكثر الحاحا. طيب يعني هنا هكلم حضرتك يعني هو سياق غايه في الاهميه اكيد وفكره المشاركه وتبادل الخبرات واللي انا اطلع من الطلبه الافكار اللي جواهم ويبتدوا يقعدوا زي فريق عمل واحد علشان يخرجوا ده ويحولوه لمشروع قابل للتنفيذ. لكن عاوز اعرف من حضرتك في مسار اخر لا يقل اهميه من وجهه نظري وهي فكره ازاي اللي انا اجذب طلبه جدد لهذه الكليات تحديدا المهتمه بالكهرباء واستخدامها في وسائل النقل الحديثه الكهربائيه علشان نستفيد بيهم في المرحله اللي جايه، اغير مسار الطالب المقبل على الدراسه الجامعيه. يعني النقطه اللي حضرتك تفضلت بيها اشكر حضرتك عليها، نتيجه ان انا دائما ما يعني اتحدث مع طلابي على كافه المستويات حتى اللي تخرجوا بالفعل في قضيه انت الكارير بتاعك او المهنه اللي حضرتك عاوز تمتهنها ايه في المستقبل بحيث ان انا اعرف ايه الترتيبات اللي عليا حاليا ان انا افي بيها يعني انا عاوز مثلا ابقى رجل اعمال على سبيل المثال رجل الاعمال ده يلزمه فكره يلزمه راس مال يلزمه جوانب خبراتيه معينه يبقى برجع بقى باك وورد لورا عشان اشوف هل محتاج ان انا في مرحله الجامعيه الاولى تكون في مجال البيزنس هل محتاج ان انا اخد كورسات هل محتاج ان انا اتدرب في اماكن معينه يبقى انا بحاول اقرا مع الطالب المشهد المستقبلي م. عشان كده احنا دلوقتي بنحاول من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ان احنا نبصر الطالب قبل ما يدخل اي كليه من الكليات بنهايه المطاف هتكون ايه عشان يبقى اختياره اختيار موضوعي م. فاحنا عندنا على سبيل المثال في الجامعه المصريه اليابانيه تخصصات وبرامج لا علاقه بمجال البايو آه ميديكال انجينيرينج عندنا الانفورماتيك انجينيرينج الانفيرومنتال انجينيرينج الى جانب بقى الفاينانس شيب والماركتنج فبقول له خلي بالك ان في مجموعه من المهن اصبحت دلوقتي محتله للصداره على مستوى العالم المهن دي تستدعي بطبيعه الحال انك تكون درست هذه المقررات تحت مظله هذه البرامج يبقى انا في ضوء قراءه مستقبليه باخده من ايده واساعده واقول له انت عاوز تبقى مهنتك ايه؟ تعال نشوف بقى يبقى تخصصك ايه؟ وبالتالي انا شايف ان الاختيارات هتبقى اكثر موضوعيه وهيمارس ما له علاقه بالمهنه اللي عاوز يمتهنها مستقبلا. فانا هنا بربط ما بين الجوانب التعليميه وفرص العمل زي ما حضرتك تفضلت بحيث ان انا لا افاجئ في نهايه المطاف إن أنا دخلت وكنت موجه بمجموعي زي ما حضراتكم طبعاً مطلعين م. نسبة كبيرة من الناس عندها ثقافة إن أنا عندي مجموع مش عاوز أستخسره مكتب التنسيق الله ينور على حضرتك بغض النظر عن احتياجات سوق العمل يبقى أنا هبدأ بقى من طلب سوق العمل وأشوف الطلب ده كيف يلبى مني م. بأي مجال دراسة الله ينور على حضرتك هو ده الكلام طيب آه صناعة زي النقل الكهربائي بتأكيد في صعوبات في احتياجات آه علشان نقدر نتطور في هذا المجال لو بنتكلم على الجوانب التقنيه على الجوانب الاقتصاديه على الجوانب التنظيميه برايك اهم هذه التحديات او الاحتياجات. آه برضه من ضمن المحاور داخل منتدى دراجون 2022 -20 اللي هيعقد ان شاء الله في الجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا في الفتره من 13 ل 15 من سبتمبر المؤتمر ستمبر. يا دكتور مقتصر على يعني طلاب الجامعه دكاتره الجامعه ولا في دعوات لجامعات طبعًا مختلفه او لدول طبعًا مختلفه كل من له اتصال مباشر او غير مباشر بصناعه النقل الكهربائي م. بس انا بتكلم على الناس اللي يعني جايز حضورها اكثر بروزا او يعني متصله بشكل آه لا يمكن انكاره مم. يعني احنا آه هذا المنتدى بيتم بالشراكه بي مع وزاره النقل آه مع آه يعني تعاون ما بيننا وبين بعض الخبراء في هذا المجال عشان عندنا سيشن مخصص للتجارب الناجحه مم. في مجال صناعه النقل الكهربائي نعم. عندنا ايضا آه امور لها صله بقراءه آه للصناعات المغذيه وكيف يمكن ان تكون مصر لها قدم في هذا السياق لان حدك عندنا في الاقتصاد في طلب اصلي وطلب مشتق م. لما نيجي نتكلم على الطلب الاصلي وليكن على السيارات يبقى اطارات السيارات الطلب اللي بيوجه ليها طلب مشتق م. يبقى لما يزيد الطلب على السيارات بطبيعه الحال توقع وعليه انا بقى بقول ايه مش لازم كل الناس تتمطرس وتتكتل في الصناعه م. من زاويه ان انا هنتج السياره طب ما انت عندك سياقات اخرى مكمله م. وفي النهايه هيبقى هنا نظرة شمولية أو تكاملية. أنا شايف إن التكامل ده برضو من ضمن التحديات. م. إزاي السلسلة أو التشين تبقى مكتملة الحلقات بحيث إن أنا ما أجيش في نقطة أشعر إن في حلقة غائبة فالمنظومة كلها تقف. يبقى أنا عاوز الموضوع كله يبقى مستقيم عشان يبقى مستدام م. فيبقى اللي بينتج مع اللي بيوفر له المستلزمات ويليه الناس اللي بتسوق م. يبقى كده الحلقة بقت مكتملة. تمام كده. البحث العلمي فين من الموضوع ده؟ آه احنا عندنا في في الجامعه المصريه اليابانيه عندنا آه حضرتك تصدق او لا تصدق ما يتجاوز ال 40 برابط اختراع مم. وبالتالي فاحنا يعني معنيين بكافه السياقات المرتبطه بالتخصصات اللي بتعكسها دول طلبه ولا تخرجوا يعني عاوز اقول لحضرتك آه حضرتك آه احنا عندنا آه طلبه بكالوريوس وطلبه دراسات عليا ومن ضمن الـ 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 الامور اللي ملفتة للنظر ان الجامعه المصريه اليابانيه وهي جامعه حكوميه ذات خاصه بدأت على عكس ما هو متعارف عليه مم. يعني بدأت بحثية أولا مم. قبل ما تبقى تدريسية يعني نمنح درجات علمية على مستوى الماجستير يعني والدكتوراه قرارات الاختراع دي أفهم من كده اللي هي طلبة لدراسات علمية شركاء أصلاء في هذا السياق لأن إحنا بنشتغل كفرق عمل حتى ما بين الكليات المختلفة يعني إحنا عندنا سياقات بينية إحنا برضو بينظر لينا على إن احنا خبراء في مجالات المجالات الهندسيه والمجالات ذات الطابع الاداري فممكن نتولى استشاره لاحدى الجهات او الهيئات صحيح. فنعمل مع بعض زملائنا في الهندسه جنبا الى جنب الاداره والمحاسبه والى اخره والاقتصاد عشان في النهايه نقدم دراسه جدوى لمشروع مم. مم. تشخيص لمشكله قائمه في احدى المؤسسات هنا بقى ده جانب بحثي وجانب تطبيقي <applause> هو ده يعني عايز اسال حضرتك يا دكتور؟ الجامعه بتساعد في تطبيق الافكار يعني تخليها افكار تتنفذ تمام ولا الجامعه دورها بيقف؟ تمام اجاوب على حضرتك من خلال القاء الضوء على حاضنه الاعمال اللي عندنا، عندنا <applause> انكيوبيتر مخصص ليها احدى الشخصيات او احد الشخصيات رفيعه المستوى ذات علاقات متصله بالصناعه. هذه الشخصيه معنيه بالتواصل مع كافه المجالات في كافه الصناعات انجاز التعبير بحيث انه يعمل يعمل كحلقه وصل ما بين الجامعه وبين هذه الكيانات عندكم مشاكل طبيعتها ايه؟ احنا ممكن نقدم ايه؟ فبيعمل ضابط اتصال ما بين قوى العرض والطلب. طب خليني اسال حضرتك السؤال اللي سالته زميلتي هدير ولكن بشكل اخر. الأربعين ال مشروع الخاصين براءات الاختراع ايه منهم طلع للنور وتنفذ على الارض؟ خلينا اقول لحضرتك برضو في السياق ده ان القصه مش قصه ان انا ابقى ضامن لان كل براءات الاختراع تترجم بس خلينا اقول بوسع قاعده براءات الاختراع بس هي الاختراع. عشان هي مفيده اكيد يقينا وترجمتها هيودي الموضوع في قصه تانية او تعظيم الاستفاده منه على الاقل ده ده كلام يعني اؤيده بس خلينا اقول لحضرتك ان براءات الاختراع دي اولا لها صدى بحثي ان هي بترفع من الرانك للجامعه صحيح الصدى الاخر هو صدى مجتمعي مم. فزي كده في لغه في لغه كره القدم انا بوسع قاعده الممارسه عشان مم. في النهايه المنتخب يبقى في افضل صحيح الافضل بيست اوف ذا بيست فبراءات الاختراع دي لما بتتعدد احنا معنيين بالتسويق ليه بس ده مش معناه ان لازم ال براءه يتم تدشينهم في شكل صحيح. مشروعات صحيح. انما صحيح. إحنا بنخدم أكثر من هدف طالما إن هذه الأهداف مخطط لها ابتداء وزي ما بقول لحضرتك إحنا في بعض المراحل ممكن نصل مع الطالب إلى إنه هو عبر عن نفسه صحيح قدر اه إن هو يقدم بروتوتايب أو نموذج وبعض النماذج أنا اطلعت عليها وبحاول أعدل مع الطالب بعض الأمور فيها بما يستقيم مع طبيعة السوق صحيح. فمش لازم النجاح يكون كامل وإنما قد يكون في مرحلة معينة أنا قاصد من الطالب <applause> انه يعمل شيء جديد لهذا القدر ده نجاح في هذه المرحله ده نجاح في حد ذاته بكل تاكيد ده, ده نجاح حد لكم طبعا التوفيق في منتدى دراجون 2 2022 وبنشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد يحيى عبيد استاذ التسويق بجامعه الجامعه المصريه اليابانيه للعلوم والتكنولوجيا شكرا جزيلا على وجودك معنا دكتور من شكرا لك خالص الشكر والتقدير لحضراتكم وللساده المشاهدين وسعدت بصحتكم الكريمه شكرا شكرا, شكرا جزيلا أزعلي. شكرا جزيلا.